أكرم غدو كان طرح كبير مع ليتوال والناس كل تحكي على لي كادر ولي جون كيفاش انت تنجم ترى الماتش هذا؟ والله ما ثماش دي كادر وما ثماش دي جون، ثم جوار صغير كي انتغري ليكيب سينيور معناها اللي كونسيديري كوم ان كادر، معناها خاطر راك تعرف البلايص في ليكيب سينيور ما يتعطاوش يتفكوا، دونك كي يبدا جوار في البوست هذيك ولا موجود في ليكيب معناها ان ميريت بيان سا بلاس. بون لا ديفيرونس اللي الكبار هما ايزون فيكو اكثر اكسبيريونس ايزون فيكو اكثر معناها ماتشويت ولي سيتياسيون دو جو معناها تعداو بهم برشا وخدمتهم هما اللي باش يسهلوا الماموريه للصغار اللي يمكن فيهم برشا اول مره كي ديكوفر معناها ماتش كلوب ايتوال ولا كلوب لسبيرانس. مي تبارك الله عليهم معناها كلهم معناها عندهم لونفي وعندهم لو كوراج باش يلعبوا، معناها طالعين سون كومبلكس هذول، حتى خاطر في لي جون زاد قاعدين يلعبوا معناها في دي ديربي، ومطلوب منا نحن الكبار اللي باش نسهلوا لهم الماموريه ونحطوهم معناها في دي كونديسيون باهين، ونحن اللي نحميوهم معناها فهمت، نحميوهم على البريسيون، نحميوهم على الستريس نتاع لي ماتشويت، ونحن طالبين منهم انهم باش يكونوا اكثر معناها ديسيبليني واكثر انجاجي معناها في لي زونترينمون في لي ماتش. ثم برشا اللي المارج دو بروغريسيون نتاعهم كبيره واللي تحسنوا بارابور الاول العام، وثم اللي مازالوا معناها قاعدين يسادابت وقاعدين معناها يلقاو في الفورمه نتاعهم. يقولوا سامحني مكرم، ماتشات الكبار هي اللي تخلق الجوار الكبير. صحيح بيرسونيلمون معناها جي فيكو ليكسبيريونس هذه، معناها الحمد لله واحد عمل اسم في النادي الافريقي في كره اليد التونسيه ومازال يعمل يا مكرم ان شاء الله بقدره الله. معناها بديت البدايات نتاعي معناها كانوا ماتشات ليسبيرونس، كنت ماخو انا سوندون عليهم، وقعد الشيء هذاك يتبع فيا كارييري كامل، معناها نهبط اليز برشا في اللي ماتش نتاع لي ديربي وماتشات سوسا، مش حاقر معناها ليتوال ولا ليسبيرونس، اما معناها دخلت في الجو، دخلت فيك الكونفيونس، وواحد يلعب بثقه في روحه، يلعب معناها يلعب مرتاح. ان شاء الله تاخذيك مكر كلمه. والله ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله ننتصر ونعرفوا سي تا ماتش تري امبورطون اللي خلينا باش نخدموا في المستقبل اكثر اريحيه واكثر ثقه، كسوسوا لينا نحن كسوسوا معناها الناس الكل. سي تا ماتش اللي نربحوا به ان شاء الله حاجتين، نربحوا به الريزولتا و 3 بوان، نربحوا به معناها الاولاد كما قلت لك اللي اول مره يمكن ان شاء الله باش يلعبوا غدوه ماتش طوال، باش يكونوا معناها يشوفوا يعيشوا ماتش كبير ويعيشوا الربح ويعرفوا اش معناها الربح ويعرفوا اش معناها الجلوار هذاك وكل لو بونور، اذا واحد يربح ماتش قالا كيما ماتش اسبيرونس ولا ماتش كلوب ولا ماتش لتوا. ميرسي بيان مكرم، واضح والله.